أن تستيقظ متأخرا خير من ألا تستيقظ، ذلك ما يمكن وصفه لحال فرنسا التي اتضحت لها الصورة وأزيح الستار عن معرفتها لجماعة الإخوان، فها هي اليوم تعلن حربها الإعلامية ضد الإخوان بعد أن تلقت صفعة أمنية كبيرة تمثلت في الاعتداء على صحيفة شارلي أبدو في يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 16 شخصا. رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أكد أن بلاده في حرب ضد الإرهاب وليست في حرب ضد الإسلام، وأن على أجهزة الدولة الفرنسية مكافحة خطاب الأخوان في فرنسا، وأيضا مكافحة الجماعات السلفية في الأحياء الفقيرة، بعد أن شعرت فرنسا بالخطر حيال دعوات الإخوان المتشددة. جاء الموقف الفرنسي متأخرا، إلا أن مراقبين رأوا أنه أفضل من ألا يأتي، وسبق موقف إدراج عدد من الدول العربية والأوروبية جماعة الإخوان ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. يبدو أن الأجهزة الأمنية في فرنسا في حال تأهب قصوى لتضييق الخناق على الجماعات المتشددة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على أمن فرنسا، وهي الدولة الأوروبية المنفتحة على العالم، كما عدها مراقبون أنها حضنة الحوارات لرموز الجماعات الإخوانية العربية والداعم الرئيسي لهم إخوان ليبيا وسوريا. يوما بعد يوم تتضح لدول أوروبا حقيقة جماعة الإخوان وما خرج من رحمها من جماعات متطرفة، ذلك ما أكده تاريخ جماعة الإخوان منذ نشأتها.